أحسن الله إليك. يقول السائل: يقول أحد الأساتذة عندنا التقصير في العمرة لا يكون إلا بالمكينة، وأما التقصير بالمقص فليس بتقصير صحيح. هذا كلام من عنده، ما وجدت المكينة إلا من وقت قريب. إذن الصحابة كانوا مخطئين والسلف كلهم مخطئون اللي يقصون بالمقص. نعم، المهم أنه يقصر سواء بالمكينة أو بالمقص، قصر من شعره. نعم.